اسمح لي أن أذهب إلى الأستاذة لينا غريبة المحامية السورية وهي من فيينا التي كنا قد فقدنا الاتصال بها. أستاذة لينا تسمعينني الآن سيدتي؟ نعم نعم. عظيم. أعتذر. العفو العفو. سؤالي كان بسيطا جدا، ما هو الفرق في حالة التعنيف بين المرأة العربية والمرأة النمساوية لديك؟ لكي لا أظلم المجتمعين لابد أن أقول الواقع بكامله. بكل مجتمع هناك العنف، وبالفترة الأخيرة فقد زاد العنف بالنمسا أو بألمانيا أو حتى بأوروبا بأغلبها، ولكن بالتأكيد العنف في الدول العربية بشكل عام هو أكبر، ونحن نحتاج إلى توجيهات عامة، وأهمها حماية المرأة قانونيا بحيث يحدد القانون عقوبات خاصة مبندة ولكل بند عقوبة معينة. ثانيا، وجود مراكز خاصة لتلقي الاتصالات من النساء المعنفة وإرسال الشرطة لعناوين المنازل التي تتعرض فيها المرأة للعنف من أجل حمايتها وبالتالي حماية المجتمع. ثالثا، تنظيم بيوت خاصة مؤسساتية لاستقبال النسوة المعنفات مع أولادهن. رابعا، إنشاء منظمات خاصة لرعاية النساء المعنفات بحيث يساعدهن على تطوير ذاتهن والاعتماد على أنفسهن بشكل كامل، وكذلك كيفية حل مشاكلهن بدون خوف وبناء الثقة. أيوه. بالذات وبالتالي معالجتهن من أذى التعنيف النفسي في حال الضرورة لذلك. خامسا، مساعدة المرأة لإيجاد عملا مناسبا لها وحسب كفاءتها، لأن ذهاب المرأة للعمل يجعلها مستقلة ماديا، وهذا الأمر يقوي شخصيتها ويكون حافزا قويا لها لمعرفة حقوقها وما لها وما عليها وسندا لمواجهة كل الصعوبات. والأخيرا وأخيرا والأهم هو عمل دورات تثقيفية لتوعية الرجال والنساء وتدريبهم على الطرق التربوية الصحيحة من أجل تهيئة جيل صالح لا يؤمن ولا يعتمد على العنف والتعنيف بحياته، وإنما يعتمد على الانضباط، لأن الحياة دوارة